يا دار لطفي داخل القلب مجناس، مجناس ما بين العروق وعصبها، مع كل مجرى ونبض وعروق وانفاس يمشي غلاوي يتوجس عدم. حياك الله دكتور المهندس ناصر نصور، مقيم في الإمارات وبنعمل في مجال المقاولات، واليوم حضرنا هذا الحفل الطيب بمناسبة الذكرى 73 لعيد الاستقلال، وكانت مناسبة طيبة بوجود مجموعة طيبة من الأردنيين وأيضا الضيوف الكرام. يعني كان في عدد ضيوف من الإماراتيين شرفونا بيوم وكانت فرحة كبيرة. طبعا نحتفل أيضا بالإضافة إلى عيد استقلال 73 لأردننا الحبيب أيضا عيد الجلوس الملكي 20، فبنهدي تحياتنا لأهلنا في الأردن ولجلالة سيدنا، وبنقول كل عام وانتم بخير، كل عام والأردن بخير وأهلنا بخير، وظلكوا دائما 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 بخير إن شاء الله. والله كان في زي ما حكيت لك، كان في مجموعة من الضيوف كثير طيبين على رأسهم سعادة ومعالي السيد ضاحي خلفان، أكرمونا بهذه الزيارة وهذا التشريف وهذه الرعاية. فإحنا بين أهلنا في الإمارات ودائما ما بنشعر لا في الغربة ولا إشي بوجودهم، وأنا إلي مقيم في الإمارات أكثر من 20 سنة لا أشعر بفرق بين الأردن والإمارات صراحة. وإنت طيب يا طيب، شكرا شكرا.